الوالد ديالي جا خد هاد السيد من عند هاد السيده الخدمه، بدا معاها في المقاوله في البني مقاول هوايا، هي الارض هو البني. جا سميتو جا لهنايا خدا بدا الخدمه، جا دخل الماتريال ديالو كله، دخل الحديد ديالو، دخل داكشي بدا خدام، حفر الساس وداكشي بدا خدام. تيتفاجئ بان السيده ما عندهاش البلان حقيقي، كانت خدامه بلان مزور. مني لقى البلان مزور قال لها لا خص الخدمه توقف، لان انا غادي نولي عندي مشكل. وقف لها الخدمه، الوقت اللي وقف لها الخدمه بقات الخدمه واقفه شي 6 شهور بحال هكاك. جاوا الناس اللي دافعين ليها، هي من الوقت اللي حلت البيرو هنايا بدات كتاخذ هذا 5 المليون، هذا 6 المليون، هذا 7، هذا 11، هذا باساس ان راه بيع عليكم بارطمان، هي كتاخذ تسبيق واخا الارض بقى ارض. خدت داكشي كامل، المهم هي تشدات على اساس نصب. دوزات ربع سنين ديال الحبس فيهم الدعوه ديال الوالد ديالي انا نيت. دخلت مقاول فوق المقاول ديالي الوقت اللي مشات للسجن، دخلت مقاول فوق من المقاول اللي هو الوالد ديالي انا. الوقت اللي دخلت داك المقاول تا هو ولا مدخل الماتريال ديالو هنايا من بعد. المهم حنا اليوم مشينا جاو جات كنتفاجئوا بان عيطوا لنا الناس، قالوا لنا راه جات السيده راه باغا تخرج الماتريال وداكشي. حنا الوالد ديالي ما كاينش، راه في سطات. مني جينا حنا هنايا قالت لك لا غادي تمشيو غتمشيو معايا للمخزن. حنا الوالد ديالي ضرب هنا تماره ومشى لي الماتريال ديالو كله من داك الوقت، وحنا واقفين وعائلتنا كتعيش واحد الحيره بزاف. حنا الوالد ديالي هو الوحيد اللي كنستنجدوا به، حنا كنا يعني هو اللي هازنا، هو اللي كيصرف علينا، هو اللي كل من نهار اللي دارت مع هاد السيده هادشي وهو واقف وهو حالته. اليوم مني قلنا له هادشي راه في صدمه، الله يحفظ واش يوصل ولا ما يوصلش. دابا تا هو جاي، تا هو دابا راه جاي سميتو جاي لهنايا وراه جاي في صدمه حالته، الله اعلم واش يوصل ولا ما يوصلش. وهاد السيده راه كرفصاتنا حنا، راه ما كنسمحوش ليها، وما كاينينش غير حنا بوحدنا، راه كاينين الناس بزاف، راه بزاف الناس اللي ديكلاراو بها هنايا على حسب خايده ليهم فلوس، بزاف الناس اللي عطات اللي عطاوها. كاين السيد كان معنا اليوم في الكوميساريه عطاها 26 مليون، تا هو راه حجز لي على التيتر ديالها، بغينا داكشي ديال بانا، وبانا باقا عنده فلوس، باقا عندها فلوس ديال بانا، باقا عندها اكثر من 56 مليون باقي هي كتحجز عليها ديالتنا عندها. حنا السيده بغينا تعطينا رزقنا، حنا الوالد ديالنا حالته من هذا الوقت هو حالته لا خدمه لا ردمه، جالس جلسته شومور رجع من داك. وحنا وليدا كنمشيو حنايا حنا عطالب معاش وما عندناش حتى الخدمه، كنخدموش مزيان وولينا حنا اللي هازينه. حنا تكرفص الوالد ديالي بزاف مع هاد السيده هادي، حنا بغينا حق ديال هاد الوالد، راجل مسن وكبير مسكين وبزاف د الحوايج، ودات ليه داكشي كله اللي شقى عليه عمره كامل، داتو ليه هي في ظرف شهرين ولا 3 شهور، حشومه على دار نصب. اش غتقول غدا امام الله؟ راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، حشومه عليها. تعطينا ديالنا، حنا بغينا ديالنا، ما بغينا حتى شي حاجه اخرى، كنطالبوا بديالنا، ما طالبنا حتى شي حاجه. واش هاد السيده قلنا لها عطينا شي حاجه من عندك؟ ما قلناش لها عطينا ديالنا، عطينا اللي كانت سالوك، تعطينا ديالنا، تعطينا فلوسنا اللي باقيين عندها، وتعطينا سلعتنا، وتعطينا ماتريالنا اللي بحال اليوم ملي مشينا طلع عند البوليس، الماتريال ديالنا كله خرج شي فيه قروه، فيه بزاف البطونير، فيه بزاف الحوايج ديال الوالد ديالي. قلنا لها خرجتي الماتريال من المحل وبعتيه؟ قالت لك انا كنت في السجن وحق العساس هو اللي داه باعه، العساس هو اللي دا داكشي باعه وماشي انا. انا مني قلت للعساس اذا انت غتحمل المسؤوليه، قال لي العساس لا انا غنتحمل المسؤوليه، انا غنعيط على الناس اللي شراو داك الحديد واللي شراو داك الشيء، وغنعيط على خوها وولدها هما اللي باعوا هاد الشيء. هاد الشيء كيعترف به العساس قبيله في الكوميساريه، قال بان ولدها وخوها الوقت اللي كانت هي مسجونه تهز الماتريال ديال با وتباعه، هو عارفه فين تباع. حنا الوالد ديالي كيعيش ازمه لا يرثى لها، ازمه يرثى لها، وعذباتنا وعذباتنا بزاف، حنا ظروف قاسيه. حنا عندنا خونا باقي صغير، باقي بزاف د الحوايج باغيين، ما بقيناش لقينا باش نواصلوا ليه، حيت بغينا داكشي كله اللي عندنا ورزقنا وكل شيء حطيناه هنا. حنا الدري الصغير، حنا الدري الصغير، الدري الصغير كنا باغيين نصيفطوه غير برا، بغينا غير نصيفطوه برا، بغينا نصيفطوه غير برا ما قديناش. حنا ثلاثه الخطره، حنا شردتنا هاد السيده، راه شردتنا الله يرحم الوالدين. انا هجاله ارمله، هازني با ما هازنيش شي واحد، تعرف بان خاصها تعطينا داكشي ديالنا، تعطي لينا رحلة. حنا كنتسناو كنتسناو غير هذا الاب هذا والله سبحانه وتعالى، هادشي اللي كنتسناو. هاد المقاولة هادي اللي كتشوفوا فيها هنايا الوالد ديالي سيدي مؤمن الزنقة 14، دابا تابع ليه الله، عايش باغي لا حبس لا مشاكل لا والو، درت وليدات وليت غادي بالحالات. الناس هادو قبل ما يوقع هادشي هذا كنت باقي في الحبس هنايا، هي وولادها
فاش وقع لهم المشكل مع الوالد كان شاد من عندهم ديك الساعه خليته شاد من عندهم هنايا المقاوله شاد من عندهم الخدمه جاب الماتيريال ديالو فيه بوطونيه فيه بوجي فيه الحديد يعني كان شاد من عنده بالسلعه وقعوا مشاكل هاد السيد هذاك الشيء اللي كاين عند الوالد ديالي يعني حطوه هنا في هاد البقعه اللي كتشوفوا فيها يعني رجع صفر زيرو درهم بغى تخرج السلعه الماتيريال يعني الماتيريال ديالنا والسلعه ديالنا فهمتي بغى تخرجها وما عندهاش الحق الا بغات تخرج داك الشيء خاصها تعطينا رزقنا حقنا حقنا وحق بوانا حنا هذا الشيء حنا عايشين به شحال من عام حنايا علاش نتشردوا حنايا بحال موكوي علاش حنايا وقع لينا هذا الشيء وبا دابا راه حاليا راه جاي عيطنا عليه من العروبيه جاي راه جاي مسكين مصدوم وهادي يعني راه رزقه ورزق ولاده